كيل تقريبا 6 كيلومتر. مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. نتواجد دائما من أمام منزل الطفل الريان، الضحية اللي سقط في البير منذ 3 أيام. ما زالت الجهود مكثفة، ما زال الناس كيتوافدوا من جميع المدن المغربية. اليوم معنا فاتحة، أو المعروفة بفاتحة المغربية على اليوتيوب لأنها يوتيوبر وسائقة مهنية. فاتحة مثال المرأة المغربية اللي جات اليوم باش تآزر العائلة ديال ريان، وخصوصا تآزر الأم ديال ريان. أختي فاتحة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف جاتك الفكرة أنك تجي؟ الفكرة أختي، أنا كما قلت لك أنا سائقة مهنية، كنت في طوبيس مدينة فاس وعندي الكليان بزاف، وتعرفوني أنني دائما تنمشي بالمؤازرة، كنآزر الناس حتى المحكمة ولا في السبيطار أي مشكل تيوقع، تنحاول أنني نتنقل ونقل الحدث يعني المتتبع الكريم. جات الفكرة أنهم طلبوا مني، لأن كنت أنا كيشوفوني أنني سايقة وأنا معصبة تنتسنى اللحظات من كيبقى الإنسان كنقول لك بعد الواقعات، تيقول لك مازال جوج متر ومازال هذا وغادي يخرج الطفل، كتبقى على الأعصاب ديالك وأنت خدامة وأنت بحال هكا. الصبر قلتي ما قديتش يعني، تعلمت بزاف صراحة، مرت نفسانيا أنا بحال جميع المغاربة شفنا اليوم. بزاف ناس جايين من وتزات، من أكادير، من مراكش، من مكناس، من فاس، من الدار البيضاء، مشكورين. اليوم اختي فاتحة المغربية جيتي باش تأزري أم ريان. جيت نأزر أم ريان اللي في الحقيقة سميتو أنا أم، كنحسب هاد السيدة هادي، وكنتمنى من الله أنه ما يتعاودش يتكرر هذا المشكل مع شي عائله واحده اخرى. نتمنى من سيدي ربي تكون شي شويه ديال المحاسبه، يسد يرد باله الاطفال، لان هذه الحفره كون ما كانتش هذه الحفره هذه محلوله ما كانش غادي يطيح الطفل هذا. زعما صراحه نتمنى من الله ان الانسان خصو يرد باله شي شويه. ولكن في الحقيقه بيني وبينك ملي جيت لهنا رغم المعاناه وقساوات المنظر، كيفاش كانت الطريق؟ تكرفصت انا بيني وبينك اختي، بكيت بزاف في الطريق اللي دزت منها مع الليل، خفت صراحه يعني تكرفصت بلاقيت، ولكن ما الله يجعلها في ميزان الحسنات في وجه هذاك الطفل. كل شيء يهون الحمد لله، ما كاينش مشكل. ومع لقيت بزاف ديال المغاربه جايين يعني مدن واحده اخرى بعيده، وبعيده بزاف يعني نسيت هذيك المعاناه كلها، وهذا هو اللي كيخليك انك تزيدي القدام. بينوا المشاهد المغربي اليوم، بزاف الناس كيجيو كيحطوا السيارات ديالهم بعيد، كاين تقريبا 6 كيلومتر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.